امبارح بعد ماتش الزمالك بعد الخساره وقلنا عادي يا جماعه الكوره مكسب وخساره، والف مبروك لنادي الزمالك والف مبروك لجماهيره، بس المشكله كلها في الحمله اللي حصلت بعد المباراه على كابتن وليد سليمان، وبيقول لك تعمى جزاء عبد الشافي، ووليد سليمان يطلع على اي واحد كل مستر في الحياه ابن المحترم منصور يطلع يتكلم على انه وليد لاعب مؤذي وبطل خمس لعيبه كوره، والاقي مدرب مساعد في نادي الزمالك اسمه احمد عبد الرؤوف كان بيلعب في نص الملعب بيطلع يتكلم على ان اشتراك وليد سليمان ده مؤذي، اللي هو كابتن احمد انت ما كنتش لعيب خط نص اساسا ليك اي 60 طلب، فطبيعي ما ينفعش تتكلم في الالتحامات لان انت اساسا كنت بتخاف منها، فما تطلعش تتكلم وتقول ان التحام وليد سليمان مع محمد عبد الشافي مؤذي، اللي هو لما لعيب نص ملعب يقول لك الكلام ده اعرف ان هو ملوش فيها، اللي هو انت لعيب نص ملعب لازم تخبط تضرب وتتضرب، هي إيه الكوره كده علموها لنا كده، علشان لما كان بيقولوا لنا طارق حامد لعيب مؤذي كنا بنقول لهم يا جماعه ده واجبات مركزه كده، لازم اللعيب الديفندر ما يكونش عنده كوره بقدر ما يكون عنده روح قتاليه وقدر ان هو يكون لعيب بيعرف يضرب ويتضرب، هي الكوره كده، مش ذنبنا ان انتوا اتعلمتوها متاخر. معلش يعني دكتور مدحت العادل يعني الراجل هو بدا يتكلم على تويتر كتير قوي في الكوره لدرجه ان هو دلوقتي بقى بيتكلم في الالتحامات وان وليد سليمان يستحق طرد. يستحق طرد يا كابتن او يا دكتور او مش عارف، معلش ما احنا ما لكمش حاجه ناجحه في المجال اللي انتوا شغالين فيه، فبنطلع نلاقيكم بتتكلموا في الكوره وتلاقوا الناس طالعه وراكم وهاشتاجات طالعه وراكم وليد لاعب مؤذي وليد وليد وليد. يا جماعه معلش انتوا كسبتوا خلاص بقى زيتوا بالمكسب، انما ما تقعدش تقول لي اصل وليد تعمد استعب شافي ولا ناس تقول لك حسب الله نعمل كل. يا جماعه وليد سليمان كان قناه راحت مصر بالضرب، محمد بركات كان قناه راحت مصر بالضرب، اللعيبه دي لما بتضرب كتير وبتتصاب كتير طبيعي ان هي تحاول تدافع عن نفسها، ولما تحاول تدافع عن نفسي ابقى انا اللي بضرب وانا اللي بطل لعيب كوره؟ انتوا بتقولوا ايه؟ يبقى احمد الشناوي لما طلع على الراجل السنغالي في المباراه ودخل فيه دخله غبيه وموته قلتوا ايه بعديها؟ قلت دي كوره واشتراك والراجل كده وقدر، حد اتكلم في اي حاجه؟ محدش اتكلم في اي حاجه، دلوقتي وليد بلعب مؤذي؟ انتوا اتعلمتوا كوره على كبر وجايين تقرفونا بجد ولا ايه؟ وما لو شفتوا جاتوزو ولا شفتوا بيبي اللي كان بيلعب في ريال مدريد، انتوا في ايه بجد؟ يا جماعه ما تتعبوناش نفسيا، احنا بنتكلم معاكم في كوره مصريه ميته ودوري ميت وحاجات مالها 60 طرب بس ما تزودوهاش معانا الله يبارك لكم، علشان كده زودتوها والكلام بقى كتير قوي. خاتم ايه اللي مؤذي وغير مؤذي؟ انت طلعت عرس لمرتضى منصور على حسابنا يا عم احمد. احمد عبد الرؤوف انت ما حدش عارف انت اشتغلت في النادي ازاي اساسا؟ محدش عارف انت بقيت مدرب مساعد مكان سامي الشين ازاي؟ طبعا معلش بقى مش كل واحد ملوش لازمه في المجال هيطلع يتكلم على وليد سليمان، مش كل واحد هيطلع يقول ده بيضرب ده مش مؤذي. احترمت ميدو لما قال ده تدخل ما كانش غرضه الازاء، لان ما فيش حد بيكون داخل على الكوره عايز ياذي حد. وليد سليمان عايز ياخد الكوره، عارف شافي عايز ياخد الكوره، اللي حصل كده وقدر الاثنين خبطوا ببعض الاثنين اتعوروا، فيهاش اي مشكله، بس انت في مصر بلد العنصريه فينا وربنا هدينا، وليد عمل حاجه؟ لا ده بيضرب. علشان ايه بقى؟ في رئيس نادي مع احترامي يعني بيعامل الناس على ان هي قوم من المتخلفين، بيقول لهم اي حاجه ويحاولوا يصدقوها سحر وشعوذه وخاتم ومش خواتم، وعنده مدرب مساعد طلع يطبل ويقول له بالخاتم ويمشي من غير الخاتم مؤذي. عم احمد ما تصدقش نفسك، ما تتعبوناش بقى، الكوره في مصر ما فيهاش حاجه، فانتوا ما تحاولوش تعملوا تعصب من ما فيش. مش كسبتوا ماتش وربنا كرمكم افرح بالثلاث نقط اللي انت مش تاخد منهم اي حاجه، وكمان هتلاقي ثلاث نقط مخصوم منك في نهايه الدوري، وفي الاخر تيجي تقول لي اصل انا وليد سليمان لعيب مؤذي؟ هو انت مش عارف مش عارف تصدق انك كسبت بجد؟ انت مش مصدق انك كسبت الاهلي بجد؟ بتركز على اي حاجه؟ مش كده الحرمان، مش كده الاخر يقول لك ايه؟ انت محروق. محروق ايه يا بابا؟ ده انت من كميه ان انت ما بتكسبش بقالك فتره طويله في الدوري، فطلع تقول لي انا عملت، وطلع تقول اشعار في زيزو ومصطفى فيصل، اللي هو صدق بجد انك كسبت وما تركزش مع الحاجات الجانبيه دي، الحاجات الجانبيه دي تفهم ان انتوا قد ايه الكوره بالنسبه لكم حاجه ضبابيه، فبلاش تتكلموا فيها علشان خاطر ما يتقلش من قيمتكم اكتر ما اللي بيحصل. لعيب نص ملعب بيقول لك لعيب مؤذي، اللي هو يخرب بيت اللي لعبها لك يا اخي.